أهلا بكم. قال معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية إن الميليشيات في العراق استغلت الفراغ الناجم عن انهيار داعش في إقامة هياكل أمنية وعسكرية خاصة بها، إذ أتاح لها تسللها لقوات الشرطة والأمن السيطرة على تحركات المدنيين العراقيين والتجارة وغير ذلك من جوانب الحياة الخاصة. يعود برنامج دمج الميليشيات وفرق الموت الخاصة في القوات الأمنية الجديدة في العراق التي شكلتها قوات الاحتلال الأمريكية إلى العام 2003، عندما ألحقت هذه الميليشيات سواء التي تشكلت في إيران أو التي برزت بعد الغزو الأمريكي ألحقتها بقوات الجيش والشرطة، حيث ارتكبت العديد من الجرائم مثل الإعدامات الميدانية بدوافع طائفية والتهجير والإخفاء القسري وغيرها تحت المظلة الحكومية الرسمية. مخاطر تسلل أو دمج الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة في قوات الجيش والشرطة بعد العام 2003 هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف تسللت الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة إلى قوات الجيش والشرطة بعد الغزو الأمريكي في العام 2003؟ وهل كان إلحاق الميليشيات الطائفية بالجيش والشرطة تسللاً أم إنه دمج مخطط له ومقصود؟ وما المخاطر التي ترتبت لاحقاً على عملية إلحاق الميليشيات وفرق الموت بالجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في العراق؟ ولماذا دعمت الولايات المتحدة هذه القوات التي تسللت إليها الميليشيات الطائفية كما تقول الآن؟ وهل ستحمي المظلة الحكومية الرسمية الميليشيات الطائفية من الملاحقات القانونية والقضائية بسبب ارتكابها للجرائم ذات الدوافع الطائفية والتهجير والإخفاء القسري والفساد وغيرها؟ طيف طاولة، رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، ظافر الشمري. الجرائم ضد المدنيين في العراق أصبحت مفضوحة لجميع متابعي المشهد. القاصي والداني بات يعرف مرتكبي هذه الجرائم، فمن جهات مسلحة عشوائية بعد الغزو الأمريكي للعراق إلى ميليشيات منظمة معروفة الولايات والتبعية. لكن استفحال جرائم هذه الميليشيات وتسببها بالحرج عند مشغلها وشركائها في العملية السياسية دفعتهم لإيجاد مخرج لها، سواء بتمييع كل تحقيق بجرائمها أو بنفي الجريمة عنها وإسنادها إلى طرف ثالث. لكن الأسوأ من ذلك هو تمكينها من مؤسسات الدولة أكثر فأكثر عبر شرعنتها باعتبارها كيانا رسميا تابعا للدولة، أو بفتح الباب لها حتى تتغلغل في الأجهزة الأمنية الرسمية. معهد نيو لاينز الأمريكي في تقريره المطول عن الميليشيات في العراق ذكر فقرة في غاية الخطورة، وهي عملية دمج عناصر الميليشيات في أجهزة الأمن والشرطة. ومن شأن هذه الخطوة أن تحول الميليشيات من كيان موازن إلى كيان متغلغل داخل أجهزة الدولة، وتجعله يتحكم بمفاصلها، أو بعبارة أخرى فرض وصاية الميليشيات الكاملة على الخط الأمني والحراك السياسي في العراق. عناصر الميليشيات الذين يتغلغلون داخل الأجهزة الأمنية لن يتوقفوا عن جرائمهم، بل سيمارسونها تحت مظلة رسمية، وهذا يؤمن لهم الحماية من أي ملاحقة، وبنفس الوقت يرفع الحرج عن الحكومة التي شعرت أن العالم صار يدرك عجزها عن كبح جماح هذه الميليشيات وضبط السلاح المنفلت. تسهيل عملية دمج عناصر الميليشيات بالأجهزة الأمنية ربما يعد خطوة استباقية لضمان استمرار عمل الميليشيات في حال اتخذت خطوات دولية تؤدي إلى حلها وتفكيك منظومتها، وخصوصا أن وجود الميليشيات كجهاز مستقل يدفع إلى عزلة العراق عربيا ودوليا. وعلى الصعيد الداخلي لعبت جرائم الميليشيات دورا كبيرا في تأجيج الغضب الشعبي ضد العملية السياسية برمتها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث فيما أورده
تقرير لمعهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية الأمريكي عن تسلل الميليشيات الطائفية وفرق الموت إلى قوات الجيش والشرطة بعد العام 2003. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب، وأيضا معنا الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في مكافحة الإرهاب وشؤون الأمن، وسيكون معنا من مدينة سيدني في أستراليا عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا أستاذ ظافر. دكتور رافع نبدأ معك. التقرير لمعهد نيو لاينز للدراسات يتحدث عن عملية تسلل، وكأنه هذا التسلل جرى يعني بغفلة من الأمريكيين الذين كانوا موجودين وما زالوا في العراق. تسلل الميليشيات الطائفية إلى قوات الجيش والشرطة اللي شكلتها القوات الأمريكية آنذاك، هل كان تسللا أم عملية ضم وإلحاق ودمج مقصود ومخطط له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة يعني تسمية تسلل غير واردة في كل هذا الحديث. القضية كانت مرتبة منذ قرار بريمر بحل الجيش العراقي، حل كل المؤسسات العراقية، كان القرار جاهز في خلق فوضى، خلق فقاعة كبيرة من الفوضى لا تنتهي في العراق، وهذه الفوضى تقود إلى فوضات وانتكاسات ومشكلة تقود إلى مشكلة وأزمة من أزمة إلى أزمة وهكذا، وبالتالي تؤدي إلى العراق بالعراق إلى الخراب. وجزء من هذه الأزمة أنه كل القوى التي تحمي العراق، كل القوى القادرة أن تشكل علامة قوة للعراق يجب إنهائها. لذلك من البداية من أول يوم كان هناك استهداف للعلماء، استهداف للأساتذة الجامعات، استهداف للمهندسين، الأطباء، كل الكوادر العلمية، كل العقول، كان هناك استهداف، واستهداف إلى القوى العسكرية. لذلك تم تدمير هذه القوى العسكرية، تدمير كل الدولة، تدمير كل ملفاتها وأرشيفها لكي يعاد البناء، وهذا ما سموه إعادة البناء مرة أخرى. وكان يعني أمريكا الدولة المحتلة كانت تتحدث وهي وبريطانيا يعني إعادة بناء العراق مرة أخرى بشكل جديد، لذلك سمي العراق الجديد. جزء من هذا البناء ألا يقوم للعراق، أن لا تكون للعراق قوة قادرة على النهوض بالعراق، وجزء من هذه القوة أن تكون له قوة عسكرية وقوة أمنية قادرة أن تصون أمنه، تصون سيادته، تحفظ حدوده، هذه غير موجودة. فبالتالي قرار أنه هذه الميليشيات، هذه العصابات هي اللي تكون الحاكم لأمن العراق والماسك لأمن العراق، هذا قرار ليس فيه تسللا. من البداية تم اختيار مجاميع معينة بفكر ونهج معين لكي يشكلوا نواة ما سمي بالجيش العراقي الجديد، ودمجت معهم هذه الميليشيات، وهم أساسا من هذه الميليشيات. الفكر الموجود هو فكر ميليشياوي، فكر عصابي، فكر طائفي، فكر لا يقوم على عقيدة عسكرية، الوطن فيها الأساس، المواطن فيها الأساس، سيادة الوطن واستقلاله هي الأساس. فبالتالي هذه المجاميع لديها مهمات خاصة، لديها أجندات خاصة. قسم منها استخدموهم الأمريكان وأعطوهم السلاح والتدريب والحماية، وقسم من عندهم إيران كانت هي التي دفعت بهم، والطرفين أمريكا وإيران لديهم هدف واحد هو إنهاك العراق وضعاف العراق، وهذا الهدف اللي يشتركون به ويتخادمون من أجله، وما زالوا يتخادمون من أجله طوال 18 سنة، يتخادمون من أجل أن يبقى العراق ضعيفا. وما دامت هذه الفوضى قائمة، ما دامت هذه الميليشيات هي الحاكمة بأي عقيدة وطنية، بدون عقيدة وطنية، بدون فكر وطني، بدون أمن، يعني مفهوم لأمن حقيقي ووطني، لا يمكن أن تتحدث عن عراق له استقلال، له استقرار، له سيادة، له كل هذه القضايا ممنوعة. لذلك هو ليس تسللا، هو مخطط ثابت وأكيد، وكان يعني مدبر من قبل حتى الاحتلال أن يكون بهذا الشكل. وهذه العملية لم تجري فقط في العراق، يعني لم تسقط لأول مرة في العراق، هذه جربت في بلدان كثيرة، وما سمي إعادة الدمج وإعادة البعض من عندها من البلدان. فيما بعد جاءت أنظمة وطنية وبدأت يعني تبحث عن التسريح وإعادة الدمج أو غيرها، لكن
عندنا بالعراق غير شكل القضية، اتخذت غير مسار، وصلنا إلى الحال اللي الميليشيات هي الحاكم على الساحة، القوى الأمنية. ودعني أقول لك يعني من عام 2003 لعام 2014 كانت القضية ربما فيها بعض التمويه، فيها بعض التضليل. هذه الميليشيات وين؟ بعد عام 2014 بعد ما قالوا أن الجيش انهار بسبب داعش والحرب وانهزمت الفرق وانتهت والموصل وست محافظات سقطت، هذا ما قالوا، وفرق عسكرية كاملة هربت. العملية جرت بالمعكوس، الميليشيات كانت موجودة والجيش والهرب، فجاءوا بالجيش ما سمي بالجيش والقوى الأمنية ودمجوها بالميليشيات. عملية الدمج صارت معكوسة، فبالتالي نحن نتحدث عن هيكل ميليشياوي وليس هيكل وطني عسكري في بناء الجيوش وبناء القوى الأمنية. والكلمة الفصل الآن أمنيا وعسكريا الميليشيات، واضح ما جرى أخيرا في بغداد، واضح، كان رسالة واضحة من الحاكم، من هو الحاكم الفعلي، هذه القوى العسكرية والأمنية ماذا تفعل، هل هي رديف، هل هي مساعد، هل هي جزء من هذه الميليشيات، أم هي خادم لهذه الميليشيات، أم هي معين عند هذه الميليشيات. نعم. كما قال أحد الميليشيات، نحن أمة الحشد. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، أولا مرحبا بك معنا. مرحبا بكم وجميع الضيوف والمشاهدين الأكارم، أهلا وسهلا. دكتور، إذا لم يكن الأمر تسللا للميليشيات وفرق الموت وكان برنامجا مخططا له ومعدا والعملية عملية ضم وإلحاق، بعد 18 سنة الآن الأمريكيون ومراكز البحوث القريبة من مراكز صنع القرار الأمريكية، لماذا يتحدثون الآن عن تسلل؟ هل يحاولون تبرئة أنفسهم مما جرى من فظاعات وجرائم ارتكبتها الميليشيات، سواء بعنوانها الميليشياو الصريح أو تحت العناوين الحكومية وملابس الحكومة وسيارات الحكومة وهويات الحكومة؟ يعني عندما يقولون تسللت الميليشيات، برأوا أنفسهم، أسقطت عنهم تهمة التواطؤ أو المشاركة مع هذه الميليشيات فيما ارتكب من جرائم مختلفة في العراق بعد 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الجواب على هذا هو هذه الغاية، هو محاولة التبرير لهذا الأمر والادعاء أنه القضية قد تمت بمعزل عن إرادتهم وشيئا فشيئا. ولكن الذي يتابع التاريخ، وقد أجاب عن هذا الدكتور رافع جزاه الله خير في بداية الحلقة عن كثير من هذه المعاني، وهو أنه هذا الدخول دخل على عين ومرأة وتخطيط واتفاق، بل اتفاق مسبق. هنا أيضا لابد أن أتحدث عن شيء، لأنه قضية التضليل الإعلامي أحيانا ليس فقط في قضية استخدام بعض المصطلحات كما جرى هنا في استخدامهم لكلمة تسريب ومحاولتهم التضليل والهروب بهذا الاتجاه. هنالك أمر آخر، وهو أننا حينما نتحدث عن الميليشيات، وهم كثير منهم يتحدثون، أحيانا يريدون حرف الرأي العام أو صرف الرأي العام إلى مرحلة زمنية فقط محددة من تاريخ هذه الميليشيات. الميليشيات هي ليست طارئة وقد حدثت اليوم، ولا مرتبطة بما سمي بالحشد وما ومشكلة داعش وغيرها والفتوى، فتوى السيستاني وما إلى غير ذلك. الميليشيات مشروع قد حصل في العراق قبل الاحتلال، وهي جزء من مشروع الاحتلال، ولا يمكن الفصل بين الميليشيات كمشروع وهيكل عام وفكرة عما جرى من الذين اتفقوا ووافقوا على الاحتلال ووضعوا يدهم بيد المحتل الأمريكي وكانوا أداةً وممثلين لإيران. فنحن نتحدث اليوم عن الميليشيات، عندما نتحدث عن الميليشيات نتحدث عن كل المنظومة التي دخلت في العملية السياسية، ليس فقط ما ظهر بعد ذلك من بعض الأسماء وبعض الرايات الجديدة التي تفرخت، بل حزب الدعوة ومن معه بتشكيلاته، المجلس الأعلى، بدر جزء منه، كل هذه هي ميليشيات. ولا يمكن أن نفصل بين السياسي بين قوسين وبين الذي حمل السلاح ونزل إلى الشارع وارتكب جرائم وانتهاكات، فكلهم مشاركون وكلهم في مشروع واحد. لكن ربما بسبب ظروف وبسبب تدرجهم ومخطط لهم كان هنالك نوع من التفريخ لهذا المشروع، المشروع الميليشياوي،
وظهرت بعض الرايات الجديدة والأسماء الجديدة، وظهر بعض التنافس، ربما ليس تنافس حقيقيا لكن تنافس مثل يعني بعض المصالح، ولأنه هل يطفو على السطح الصوت الميليشياوي أكثر أم الصوت السياسي؟ هذا هو الذي حصل طيلة السنوات الماضية. فلذلك لا يعني لنحدد أو لنتكلم عن الأمور بسياقها العام والصحيح، ولا نحاول أن ننخدع أيضا ونحصر أنفسنا بالزاوية التي يريدها هؤلاء ويحرفون الحقيقة. نعم. ويريدون بكل بهذا الزيف وهذا التضليل، يحاولون كما قلت أنت في سؤالك تبرئة أنفسهم وتبرئة ساحتهم. نعم. أستاذ ظافر الشمري، أولا مرحبا بك معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأستاذ ظافر، الآن الأمريكان يتحدثون على الأقل مراكز يعني مثل مركز نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية، وكلام آخر لمسؤولين عسكريين وأمنيين أمريكيين يتحدثون عن تسرب الميليشيات أو تسلل الميليشيات إلى الهياكل العسكرية والأمنية في العراق. يعني حتى لو سلمنا أنه فعلا كان هناك يعني تسلل أو تسرب، يعني الأمريكيون كانوا يعني الميليشيات يعني ظللتهم، كانوا مغفلين. الآن اكتشف الأمريكيون أن هذه يعني هذه القوات أو الميليشيات قد تسللت إلى القوات، والأمريكيون حاربوا مع هذه الميليشيات سواء بالعناوين بعناوينها الصريحة أو بعناوين تحت الدولة في كل معاركها مع خصومها، من مقاومة عراقية، من قوى إرهاب، قاعدة، داعش، الحركات الشعبية في 25 شباط 2011، التظاهرات الحالية، في الاعتصامات المحافظات المنتفضة. خلال 18 سنة كانوا مع هذه الميليشيات في كل معاركة. الآن اكتشفوا أن هناك تسربا لهذه الميليشيات لقوات حكومية رسمية بين قوسين. هم بالبداية يعني حتى نذكر أن بريمر قال أنهم طلبوا من عندي، يعني بالنسبة للقوة اللي كانت موجودة في مجلس الأمن في البداية، القوة الشيعية والكردية بالتحديد، طلبوا من بريمر حل الجيش العراقي. إذن كانت هناك استراتيجية، أنا دائما أتحدث عن استراتيجية إيران بعيدة المدى في احتواء العراق، وهذه إحدى الأدوات لتطبيق هذه الاستراتيجية. وحتى عملية تسليم الموصل كانت من أجل إنهاء الجيش العراقي إنهاء تاما، يعني هم رادوا يأسسون جيش عراقي. أنا واحد من الناس بعد بال 2006 كنت شاهد وأيضا دعيت لأنه يعني أكون معهم، لكني رفضت. طبعا تعال أخذ أراضي وأخذ منصب وأخذ كذا، لكن رفضت هذا لأنه أعرف يعني قراءتي للوضع كانت قراءة جيدة. نعم. ولا تزال عملية التسلل والتسرب لا، لأنه بريمر كان يعرف أنه اللي راح يندمج في اللي راح يتأسس هذا الجيش الجديد سيتأسس على أساس دخول قوات بدر، دخول البيشمركة، دخول أي جهات أخرى يعني من حزبية لديها أجنحة مسلحة كانت يعني تسمى معارضة أو مقاومة، وبالتالي تأسيس الجيش من عندها. بعد ما حصلت محاولات خجولة لبناء الجيش في قبل المالكي، بعد أن جاء المالكي فتح الأبواب على مصاريعها لتهديم هذا الجيش. ولذلك ما حصل في الموصل هو عملية مخططة مسبقة. أنا عندي مقالة نعم في منشور على الحوار المتمدن في 24/6، يعني بعد أقل من أسبوعين من سقوط الموصل كاملة بيد تنظيم داعش الإرهابي. نعم. ذكرت فيها أن المالكي وأصحابه يعني لا يمتلكون هذه الرؤية الاستراتيجية في عملية تفكيك الجيش، وبالتالي إظهار قوة أخرى تكون هي القوة التي لها اليد فوق يد الجيش، هي التي ستتحكم بالعراق، وهذا ما حصل. ولذلك احنا نشوف في حتى في قانون رقم 40 لسنة 2016
قانون هيئة الحشد وضع لتكون لهذه القوات، لهذه الفصائل، لهذه الميليشيات المندمجة معها اليد العليا فوق الجيش، ولأنها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة معروف يجب أن يكون من المكون الشيعي، وبالتالي وبما أنه من المكون الشيعي فهم من سيأتي به، وبالتالي يكون عملية ضمان قيادة هذه التجمع وهذه الهيئة من قبل من قبل الشخص الذي هم سيأتون به لرئاسة الوزراء، ويعني سيكون القرار السياسي بيدهم ولا أحد يتمكن من معارضته، وهذا ما يحصل اليوم، يعني هذا ما نراه اليوم في الشارع. لكن هل أن هناك عمليات، هل كانت هناك عمليات لبناء الجيش لتطويره؟ نعم، لكنها عمليات ليست صدافة، بس لأن الوقت أيضا ضيق، يعني ضيق. الأمريكان اكتشفوا أن هناك تسلل وتسرب، زين إذا اكتشفوا أن هناك تسلل وتسرب للميليشيات داخل هذه القوات التي بنوها، دعموها، سلحوها، صرفوا عليها، لماذا لا يكون هناك موقف صارم من هذا التسرب أو التسلل؟ دائما يعني سياسة الولايات المتحدة تستفيد مما موجود على الأرض لتحقيق مصالحها العليا. عندما يأتي الوقت الذي تنتفي فيه مصالحها مع هذه القوات، في ذيك الساعة ستدخل أمريكا. أمريكا تعلم جيدا، وربما تكون قد فسحت المجال، وربما تكون قد تعاونت، لكنها في التالي يعني بالأخير هي تستفيد ما دام هذا الوضع. يعني حضرتك تفضلت وقلت أنها تعاونت وعملت معهم تحت عنوان واحد في محاربة سواء مقاومة أو سواء تنظيمات إرهابية، داعش والقاعدة وغيرها، هذا صحيح. ما دامت تستفاد منهم ويعني في ضمن إطار معين ستبقيهم من أجل الضغط ربما على دول أخرى في المنطقة من أجل ابتزازها، من يعني ربما داخليا لتهدد بها أطرافا أخرى. يعني هناك مصالح الأمريكية دائما تبقي الوضع تستفيد منه بقدر ما تستطيع، حتى يعني حتى تحين الفرصة أو التي تتغير فيها مصالحها وتبقى لا تستفيد من هذه القوى على الأرض، ستتعاون معها أو ستتفاوض معها أو تحاربها. هذا الأمر حصل في أفغانستان أيضا. نعم، ويبدو أيضا حتى الإيرانيين يعني يتعاملون مع هذه الميليشيات بنفس الطريقة، عملية الاستفادة هنا وهناك. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار. فاصل ثم نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مخاطر تسرب أو تسلل الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة إلى قوات الجيش والشرطة بعد العام 2003، وهذا ما تحدث عنه معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، والأستاذ ظافر الشمري. دكتور رافع، الأمريكيون يدافعون عن أنفسهم أنهم سمحوا بإلحاق أو ضم الميليشيات إلى القوات التي شكلوها على أنقاض يعني تفكيك الجيش العراقي السابق، سمحوا بالانضمام بشكل فردي وليس كمجموعات أو ميليشيات بالكامل. قضية أن التحاق هذه الميليشيات أو الزج بها ودمجها في صفوف القوات الأمنية، الأمريكيون لم يكونوا راضين عن هذا الأمر، سمحوا بشكل فردي. تعتقد أنه هذا يعني هذا الدفاع وجيه ومقبول؟
ابدا. يعني قبل هذا يعني داني اقول استاذ ماجد يعني اشكر الاستاذ ظافر ضيفك من استراليا على اشاراته الذكيه والتقاطاته واضاءاته الذكيه جدا. نعم. حقيقه اغنت الحوار في هذه الطاوله. انا اشكره شكرا جزيلا. والحقيقه يعني هذا الكلام مردود لانه انت عندما كلام الامريكان دفاع انفسهم. نعم. نعم عندما ترفع السقف انت لا يعني عندما ترفع السقف وتنزل الامطار تنزل المياه، شكل الامطار شكل المياه قويه قليله ضعيفه لا يعني شيء، الكل سيتبلل. نعم. القوات التي بنيت في العراق من قبل الامريكان سواء هم يقولون عنها قوات عسكريه قوات شرطه اتحاديه ما اعرف ايش سموها في وقتها، ما هي عقيدتها ما هي شكلها؟ هي كانت معين لقوات احتلال تساعد قوات الاحتلال في تنفيذ عملياته في خدمته، وهذا ما أشار للأستاذ ظافر قالهم يستفادوا من كل القوى التي تتحرك على الساحة ما دام يفيدني هو أقدم له الخدمات وأقدم له الحماية وأسمح له بالدخول هنا وهناك بالحد اللي يحقق مطامحهم ويحقق مصالحهم، لكن عندما تتقاطع مصالحهم سيعرفون كيف يضربون بيدهم الحديد. دكتور في عام 2014 نعم. القنصل الأمريكي في البصرة زار جرحى. نعم. للميليشيات أو الحشد في المستشفى. نعم. وأثنى. نعم. على بطولاتهم أو على تضحياتهم. نعم. لذلك كانت هناك عملية حتى في الإعلام الأمريكي في الإعلام الغربي اللي شيطنت الجيش العراقي شيطنت القوات العراقية حتى قبل الحل وبعد الحل، يعني بعد أن حل الجيش العراقي كانت هناك عمليات. عندما تقرأ الإعلام الغربي الإعلام الأمريكي كان هناك عملية شيطنة لهذا الجيش، كانت هناك عملية لاتهامات كثيرة، قادة الجيش أغلبهم اتهموا وتم اعتقالهم وتم محاكمتهم بجرائم غريبة عجيبة لا وجود لها. إذن كان هناك استهداف لعقيدة هذا الجيش، لفكرة تأسيس جيش، لفكرة أن يكون للعراق قوة قادرة أن تحميه، قوة قادرة أن يستند إليها الشعب العراقي والعراق بمجمله في تنفيذ مهام أخرى، هذه شطبت. لذلك كل القوات التي شكلت هي فكرها فكر ميليشيا وفكر عصابي فكر ليس وطني، فأن يدمج الميليشيات سمحوا بفردية أو مجاميع ماذا يعني؟ يعني إذا كان المطر ينزل قطرة قطرة أو ينزل منهمر هي الحالة واحدة، فبالتالي الاتجاه بهذا الشكل. وكان هم يعرفون من البداية أن هذه القوات التي شكلت هي ليست قوات وطنية غير قادرة أن تحمي البلاد، فاقدة لقدرتها، لديها أهداف أخرى مرتبطة بأجندات خارجية أخرى، تدريبها غير شكل، مكوناتها من مكون واحد معين أبعد عنها كل القيادات كل الفكر المتميز، فبالتالي هذه القوات التي شكلوها. فإذا اندمج بها ميليشيات واندمج هذا لا يعني شيء، لأنه هي أساساً هشة وقادرة مثل الإسفنجة أن تجمع كل هذه المخلفات التي تؤدي إلى فوضى، تؤدي إلى قوى منفلتة لا يمكن حكمها، تستطيع أن تتعامل مع الشارع بلغة العصابات. لو كان كما يقول الأمريكيون، لو كان انضمام الميليشيات بشكل فردي وليس جماعات أو مجموعات أو فرق كاملة إلى هذه القوات قوات الجيش والشرطة، يعني تتصور أنه الواقع واقع إنساني وحقوقي كان يتغير؟ أقصد لناحية القتل والإعدامات الميدانية والتهجير ويعني الإخفاء القسري والمعتقلات. بدأنا أستاذ ماجد، والدليل على هذه الكذبة يعني ما هم أساسا هذه المجموعات الميليشياوية، دعنا من الجيش دعنا من التصرف إلى الجيش. نعم. في عام 2014 في قضية ما يسمونه تحرير الموصل، من شكل في الرمادي وفي غيرها، يعني من شكل الغطاء الجوي لهذه الميليشيات في حركتها ودخولها إلى الرمادي ودخولها إلى الموصل وتهيئة الساحات أمامها للدخول، ومثل ما قالوا تحقيق الانتصارات، من؟ ما هم الأمريكان؟ ما هذه مجاميع ميليشياوية يعرفونها؟ كيف ساعدوها؟ إذن هناك أهداف معينة الغاية منها كلها أن خلق الفوضى وخلق ضعف بذور بذرة الضعف في العراق. يعني حتى قضية من البداية عندما سمحوا بفتح المعسكرات للجيش في عام 2003 والسلاح لمن هب ودب، هذه قضية انفلات السلاح بهذا الشكل، هذه كلها قضية مقصودة. السلاح كنا في عام 2003 نراه يباع في الشارع في الأسواق مثل الطماطة ومثل الخيار والبطاطا، تباع في الشارع هكذا كنا نراه كنا جميعا.
أنواع السلاح والسلاح من القنابل إلى وسلاح إلى الهاونات كلها تباع بالشارع. نعم. ناس بسطات انفتحوا تبيع السلاح. نعم. والأمريكان يدورون بالشوارع وهذه قوات احتلال لا يخافون منها. لماذا؟ هذا كل انفلات السلاح الآن كل جزء من وصولا إلى عملية السلاح بيدي من هب ودب، فوضى عارمة، الكل تتسلح، الكل لديها قوى، أن يتشتت العراق بقوى. نعم. عصابية متنوعة، ولاءاتها مختلفة، تأخذ من الدولة أموال وتنفذ أجندات مثل ما تريد لأتباعها. المفارقة دكتور أنه حتى الآن الحكومات المتعاقبة تتحدث عن السلاح المنفلت، سلاح الميليشيات، السلاح الذي يعني أضاع هيبة الدولة والسلطة والقانون. دكتور عبد الحميد العاني، برأيك ما هي المخاطر التي ترتبت على عملية تسرب أو دمج أو إلحاق الميليشيات بالقوات الأمنية، جيش، شرطة، قوى أمن وما إلى ذلك؟ مخاطر على الدولة العراقية وعلى المجتمع أيضا. يعني هم شركاء أساسيون في هذا الذي لحق باندمار في العراق بجملته في كل الملفات. وهنا أنا أعود وأكرر، نحن لا نتحدث عن الميليشيات بمعزل عن العملية السياسية، بل هم جزء منها، صفحة من صفحاتها، ممثلي الميليشيات الكبار. ربما قرأ خلال هذا التاريخ القريب، والتاريخ الميليشيات بالمناسبة تاريخ ليس قديما شهوده غابوا، لا نزال نحن شهود هذا التاريخ وحاضرون. فهذا التاريخ القريب هم زعماؤه وكباره، هم من اليوم الأول للعملية السياسية هم موجودون في هذه الحكومة، وتوارثوا المناصب منذ مجلس الحكم الذي نصبه بريمر إلى اليوم. فلذلك يجب أن لا ننخدع بهذه الخدعة أن الميليشيات في خندق مقابل العملية السياسية، أو أن ربما كما يراد أن يروج أن بعض السياسيين هو في يسعى لمحاربة الميليشيات. هذا السياسي هو جزء من المنظومة الكبرى للميليشيات، لكن ربما تحت هذه المظلة أو تلك ربما ينافس على هذا الكرسي أو هذه الصفقة. فهذه الميليشيات هي كمنظومة مثل ما ذكر الأساتذة الضيوف، هي كلها منظومة واحدة، وهذا تاريخها المليء بالجرائم والانتهاكات. وقد ذكر هنا، اسمح لي أيضا في هذا الإطار أذكر بالخطبة الشهيرة للشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى في بدايات الاحتلال في 2005، حينما حدد وقال من المسؤول عن الإرهابي، حينما أرادوا إلقاء تهمة الإرهابي بالمقاومة العراقية الحقيقية التي يراد اليوم سرقتها. المقاومة العراقية كانت تحارب المحتل واضحة وصريحة. نعم. مقاومة وطنية. فالشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى حدد في خطبة شهيرة كان لها صداها الكبير، وهو أنه من المسؤول عن الإرهاب، وكان أحد الدعائم له الأساسية التي ذكرها وشخصها بالاسم الصريح هي الميليشيات، وعلى رأسها منظمة بدر. إذن نحن نتحدث عن منظومة واحدة. إذن الفساد، الإجرام، تردي الأمن، تردي التعليم، تردي الصحة، كل المجالات، الفقر المتزايد والمتصاعد والذي أصبح الآن أكثر من نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر. نعم. هذا كله المسؤول عنه السياسي مع الميليشياوي على حد سواء. ربما الميليشياوي قام بالقتل وبالسحل وبالاغتصاب وبالخطف وبالكذا، وكان السياسي هو يؤمن له كذلك. ولا ننسى، هنا أن كثيرا من هؤلاء كان يجلس في قبة البر تحت قبة البرلمان ساعة من الزمن، ويقضي ساعة من الزمن في الدهاليز في السجون والأقبية، يعذب ويضرب ويقتل. لا ننسى الوزيرة صاحب الدريلات، وصاحب الدرالات المسؤول هنا، الجلاد في السجون والجلاد في الشوارع. نعم. وغيرها. وفي الجانب الآخر يمسك وزارة ويمسك مدير عام ويمسك نائبا في البرلمان وغير ذلك. نعم. أستاذ ظافر، إذا اعتبرنا حديث الأمريكيين عن هذا التسلل، تسلل الميليشيات إلى قوات الجيش والشرطة بين قوسين صحوة ضمير، أو هم بصدد المراجعة لهذه القوات التي صرفوا عليها الكثير من الأموال والتسليح والتدريب وما إلى ذلك،
وأنه الآن يعون أخطار أو يشخصون أخطار لوجود هذه الميليشيات وسيطرتها وهيمنتها على القوات الحكومية الرسمية الموجودة في العراق، هل تعتقد أنهم يعني ما زال هناك وقت لتدارك هذا الأمر وتطهير هذه القوات من هذه الميليشيات والتصدي لها ولجمها وحرمانها من كل هذه الإمكانيات التي تمتعت بها من 2003 تمويلا وتسليحا وتدريبا ودعم لوجستي ودعم جوي وما إلى ذلك؟ شكرا استاذ ماجد، بس احب يعني بس اقول شغله بسرعه حتى لا نتهم بالطائفيه ونقول ميليشيات طائفيه. الميليشيات احنا نعرف ان هناك 110 فصيل، 67 شيعي، 34 سني وغيرها. هذه الميليشيات انا اسميها مرتزقه وغير عراقيه اصلا، حتى يعني لو العراقي انتمى لها فهو مرتزق، لانه رأينا ما حصل في تشرين وبعد تشرين. هذه الميليشيات قتلت شباب الشيعة في محافظات الجنوب ولا تزال تغتال ناشطيهم. يعني هل هذا طبعا لا أعتقد أن يوجد هناك عنصر في الجيش أو في القوات المسلحة وطني شريف عراقي غير مرتزق يطلق النار على شباب أعزل أو يقوم باغتيال الشباب يعني عزل. هذه نقطة بس ردت أوضح حتى لا نتهم بأنه إحنا نستهدف جهة معينة أو كذا، نحن نستهدف جميع الميليشيات التي تقبض الثمن في من أجل خدمة المشروع الأكبر اللي هو تحطيم الجيش العراقي ومزحه بالداخل. أما أشكرك وهذه الحقيقة، بس أنا أيضا تسمح لي أضيف على يعني على التوضيح، الحقيقة الكلام منصب الحقيقة على كل هذه التنظيمات أو الميليشيات أو الجماعات المسلحة المرتبطة سواء بالأمريكيين أو بالإيرانيين، والقضية ليست يعني هناك عملية طائفية في الحديث. أشكرك، تفضل. شكرا. طبعا احنا هل كان هناك تسلل فردي؟ لا، بالبداية ليست فردية، قوات بدر كلها انضمت هناك. احنا تكلمنا بالبداية كل الأجنحة المسلحة للأحزاب التي جاءت كلها دخلت وأدخلت في الجيش، ثم لا يستطيع أحد أن يتطوع إلا بكتاب من حزب معين يرتبط بالسلطة، بالتالي أنه يكون مرهون يعني هو نفسه وعقيدته لهذا الحزب أو لقائد الحزب. إذن ماكو هناك عقيدة. إذن هل هو فردي أم جماعي؟ لا، يعني والأمريكيين ليسوا أغبياء، يعني مخابراتهم تعلم هذا الوضع. هل ما زال هناك وقت للتطهير؟ نعم، أي شيء مرتبط بالمال يمكن أن يتفكك بسهولة، أي شيء لا توجد له عقيدة واحدة ممكن أن يتفكك بسهولة. العقيدة التي تربط هذه الفصائل والشباب حتى المغرر بهم الذين انتموا لها هو المال. الشباب العراقي كثير منهم الفقراء لم ينضموا يعني إيمانا بعقيدة ما يحصل، وإنما لأنهم وجدوا أنفسهم طبعا وأيضا بمخطط جياع بدون عمل، فقر، لا يتم تعيينهم، وإن تم تعيينهم ووظفوا رواتبهم لا تكفي لخمسة أيام، لا دواء، لا يجدون لقمة عيش لا لأطفالهم ونسائهم وأمهاتهم وأبائهم، فلم يكن هناك طريق سوى الانخراط في هذه المسألة. وثم يعني وضع المفضلين منهم في الجيش أو في الشرطة أو كذا من أجل اختراق هذه المؤسسة واستخدامها، وحصل طبعا نعرف أن هناك مثل جميل الشمري وغيره أطلقوا النار على المتظاهرين، على الشباب العزل في بغداد في المحافظات، وأيضا العمليات اللي حصلت في شمال العراق وغربه. هذه المسألة هل أنه سيتمكنون؟ نعم، المال، السلاح، ممكن أن ينهي القرار السياسي. الولايات المتحدة الآن من خلال هذه التقارير ومن خلال الخطاب الرسمي للولايات المتحدة وحتى الأمم المتحدة مؤخرا ينقل الوضع إلى ضغط سياسي. أنا أعتقد تحدثت معكم قلتكم بالحوار الاستراتيجي الولايات المتحدة لن تتنازل عن شيئين، هما الـ يعني
داعش والإرهاب وإيران، لكن متى وكيف ستستضاف المهمة؟ خليني نعم. هل ترى تلحظ ثمة مؤشرات على تغير في مزاج أو نظرة أو استفارة الأمريكيين من هذه الميليشيات التي استفادوا منها في محاربة الإرهاب، محاربة أي تحرك وطني عراقي في الفترة الماضية؟ الآن بعد هذه عملية ثمت هناك عملية ربما تصادم، الميليشيات الآن تتعرض لمصالح أمريكية، قصف سفارات، قصف يعني معسكرات، وهي واضح في الخندق الإيراني تماما. تعتقد الأمريكان ثمت مؤشرات على نفض اليد منها والآن ربما نعم هناك ضغط على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أيضا تأخذ في 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 نظرها عندما تقرر سياساتها الضغط الموجود من الدول الإقليمية في المنطقة. نعم. الدول الإقليمية أنهكت في حروب، أنهكت في صراعات، يعني كان ترامب الرئيس الأمريكي ابتزها أكثر ما يمكن. الآن هذه الدول أصبحت هذه المنظومة خطرة عليها، تهددها، سواء دول يعني معظم دول جوار العراق، الكويت، السعودية، الأردن، تركيا، كلها تتعرض للتهديدات، كلها تواجه تهديدات من قبل هذه الفصائل التي يسموها منفلتة، لكن هي في الحقيقة مثل ما قال الشهيد هشام الهاشمي في الليل في النهار مع الدولة وفي الليل ضد الدولة. نعم. أشكرك. واضح. دكتور رافع الفلاحي، هذا النظام الذي تأسس عام 2003 ليس فيه عنصر قوة أو إيجاب، هو وليد احتلال وغزو خارجي، نظاما طائفيا، نظاما فاسدا، نظام ارتكب الكثير من الجرائم، صاحب أكبر رقم من المقابر الجماعية، نظام ميليشياوي شكلا ومضمونا. هل سيبقى يتحمل كل هذه الأعباء؟ هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تسويق لفترة زمنية قادمة على أنه نظام ديمقراطي يجب أن يرعى، يجب أن يدعم حتى يتخلص من سلبياته؟ معناها في هذا الإجابة على هذا السؤال يجب أن نعود إلى الأساس. نعم. يعني ماذا أرادت الولايات المتحدة من إيجاد هكذا نظام في العراق؟ ما الذي أرادته؟ إذا كانت أرادت وهو واقع الحال أن تضعف العراق وأن تصل بالعراق إلى الهاوية، فهذا ما حصل حقيقة. أن العراق بعد 18 سنة من احتلاله العراق في الهاوية. العراق البلد الواحد من أكثر البلدان فسادا، أكثر البلدان قرابا، تخلفا، ميليشيات، انفلات في السلاح، مخدرات، كل هذه تفتت لقوى طائفية، نزوح، تخريب، هجرة للكفاءات، هذا كله موجود في العراق. فبالتالي البلد مفكك، يجب أن نعترف. العراق نعم عزيز علينا ونحبه كثيرا، لكن واقع الحال يفرض علينا والأمانة تفرض علينا أن نقول أن العراق الآن مفتت، مخرب، مدمر، وهذه النتيجة هي المطلوبة. فبالتالي هذه الحكومات لديها وظيفة. يعني أمريكا لم تأتي بها. خلنا نقاطعك في هذه النقطة. نعم. الأمريكيون في البداية راهنوا كثيرا وسوقوا على أنه هذا نظام ديمقراطي، وراح يكون يعني النظام الديمقراطي واحد ديمقراطية في يعني منطقة مكتظة بالديكتاتوريات والأنظمة الشمولية، ويجب أن يصبر عليه، ويجب أن يدعم، ويجب أن يساند، ويجب أن يؤازر. الآن الأمريكيون أنفسهم باتوا يتحدثون عن كوارث هذا النظام. في البداية في السنين الأولى لا يقبلون بالحديث عن سلبيات لهذا النظام، ويقولون أن هذه السلبيات سلبيات طبيعية ونتيجة طبيعية في تحول ديمقراطي كبير جرى في العراق. الآن هم يتحدثون عن الميليشيات، عن الفساد، عن التسلل، عن الكوارث التي صنعها هذا النظام. ما هو أساسا لذلك أنا قلت لك أستاذ ماجد، العودة إلى الأساس. نعم. يعني هو شنو كان مفهوم الديمقراطية عند الأمريكان؟ شنو مفهوم الديمقراطية؟ أن تكون أحزاب، أن يصير عندنا 360 حزب مثل عدد أيام السنة ويدخلون انتخابات، وهي الديمقراطية. الديمقراطية فكر والتنمية والتربية ومنهج، وهذه كلها ما موجود في العراق، والأمريكان يعرفون هذا الموضوع. هي أمريكا نفسها تفتقد إلى مظاهر كثيرة من مظاهر الديمقراطية، وما حصل مع ترامب وبايدن في الانتخابات واضح كان، والاتهامات. قضية الديمقراطية قضية نسبية وبرؤيات سياسية، فلذلك الحديث عن الديمقراطية في العراق حديث واهي.
يعني كثير من البلدان الدكتاتورية الآن تجري انتخابات وأمريكا تعترف بها وتصفق لها، لكن هي بلدان دكتاتورية الحقيقة. فإحنا من يكون عندنا 360 حزب والأحزاب هذه كلها طائفية وكلها فكر طائفي وكلها فكر استبدادي وتسمينها هذه ديمقراطية لأن يروحون للانتخابات وهذه ديمقراطية الشعب الآن رافضها، الشعب يقول لك هذه مو ديمقراطية. فأمريكا الآن تتماشى مع الوضع تقول هذه مو ديمقراطية، هذه القضية أن تجيب لنا ديمقراطية معلبة بهذه الطريقة التي جاءت بها من عام 2003 لحد الآن هذه مرفوضة وطلعت فاشلة. والآن الناس تتحسر تقول لك يا ريت دكتاتورية ولا ديمقراطية المصيبة هذه اللي نعم. اللي خلت هذه الأحزاب وهذه الميليشيات تتسلق على 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 حياتنا وتختاننا. فبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة، حلولها معروفة والأمريكان يعرفونها وهذه السلطات تعرفها، أن تنزع السلاح، أن تعيد دمج هذه الميليشيات وتصرحها. أشكرك دكتور، هاي نقطة مهمة جدا. خلينا نسأل الدكتور عبد الحميد العاني في الدقائق الأخيرة. دكتور عبد الحميد العاني، بعد حديث الأمريكيين ومن دعم هذا النظام في العراق عن ميليشيات وعن فساد وعن جرائم، هل تعتقد الآن ثمت تغير أو ثمت وعي وإدراك من المنظومة الدولية، من المنظومة الإقليمية بالمخاطر المترتبة على استمرار هذا النظام ذي القوام الميليشياوي؟ الدولة العراقية بالإجماع، محللين، مختصين، استراتيجيين، مراكز بحوث عراقية وعربية وإقليمية ودولية تتحدث أن العراق في قبضة الميليشيات تماما، وما جرى يوم أمس أو قبل يوم أمس في بغداد، الميليشيات طوقت المنطقة الخضراء، مقر الحكومة والرئاسة والبرلمان وما إلى ذلك، ولم يستطع أحد أن يعترض أو يجابهها. الآن إقليميا ودوليا على وعي أكثر بمخاطر هذا النظام واستمراره، ولم يتخذ أي إجراء حيال ذلك. تعلمنا في العراق منذ 2003 إلى الآن أننا لا نلتفت إلى تصريحاتهم ووعيهم المدعى هنا أو بعض البحوث التي ينشرونها هنا. هذه ضمن سياسة ما يسمى العصا والجزرة، يستخدمون مثل هذه التصريحات ومثل هذه الدراسات التي ينشرونها من أجل الضغط على هذه الجهة لتقديم تنازلات أكثر، أو الضغط على جهة أخرى يعني الرضوخ أو تقديم نوع من الولاء إلى هذا. لأننا خلال هذه السنوات كلها رأينا أن هذا المجتمع الدولي، وخاصة نتكلم عن أمريكا، هي الداعم الأول والأخير لهذه الميليشيات بجرائمها. ولا ننسى أو لا نحاول أنه يعني نمشي مع هذا ونتماهى مع هذه الادعاءات بأنه قتل أمريكا ومن معها لشخص من أشخاص الميليشيات أو سجنه أو الضغط عليه معنى ذلك أنه يبرئ ساحتها من دعمها لطيلة السنوات الماضية لهذه الميليشيات. أنه حينما تقوم اليوم أمريكا بمثل هذا التصريحات وتقول أنها أو تحاول أن تسوق نفسها على أنها واعية، ليس معنى ذلك أن صفحتها تبيض تجاه السجل الإجرامي الكبير لها وللميليشيات في عشرات بل آلاف الانتهاكات ضد العراقيين. شكرا. بهذا مشاهدي الكرام نصل إلى أختام هذه الحلقة من طاولة حوار، بحثت في مخاطر تسلل أو تسرب الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة إلى الجيش والشرطة بعد العام 2003. ولم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب البحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر سكايب. وأيضا نشكر ضيفنا من سيدني في أستراليا الأستاذ ظافر الشمري الخبير في مجال مكافحة الإرهاب. شكرا لكم أيضا، حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.